كل سنة والنجم المميز والجميل تامر حسني بخير وسعادة. عيد ميلاد سعيد، 47 سنة هنا وفرحة وسرور، ودايما تمتعنا بفنك الجميل. أنا كمان بحب بشوقك عيش بشوقك ودماغك ملها على ذوقك. يعني الحياة من الأغنيات اللي بحبها جدا وبتسعدني جدا، ويعني كلماتها كده في الجون. يعني تامر طبعا من النجوم المميزين اللي التحق بكلية الإعلام وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، وكان بيغني في الحفلات الجامعية وفي واحدة من الندوات في الجامعة. المذيعة الجميلة والأستاذة سلمى الشماع كانت هناك، ويعني شافت موهبته في الغنى ويعني أخدته وتبنته، لأن أداؤه وطبعا يعني فنه المميز عجبها جدا، وبعدها طلبت منه أنه يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين ونخبة من المجتمع، وغنى تامر وقتها قولوا لأ وأشاد الحضور بيه. وبعدها عرفته الأستاذة سلمى الشماع على المنتج نصر محروس، واللي اقتنع بموهبته ووقع معاه عقد، وكانت أغنيته شكلي هحبك أول أغنية تسجل لي على شريط ضمن مجموعة أغاني مطربين. بعد كده رشحوا المنتج نصر محروس والمطربة شيرين عبد الوهاب، واللي كانت قدمت أغنية برضو واحدة كانت مع محمد محي بعنوان بحبك، وفي شريط واحد بعنوان فريمكس 3. صدر الشريط وحقق أرقام قياسية بالمبيعات والانتشار، ومن بعد كده كان طبعا نجوميته وانتشاره وألبوماته المميزة وأفلامه السينمائية اللي كلنا مرتبطين بيها. أنا امبارح شفت له البدلة، يعني كنت مبسوطة قوي. كان مع أكرم حسني طبعا، ويعني نمت شعبيته مش بس في مصر، في الوطن العربي، وطبعا لقب بنجم الجيل، لأنه كل الشباب ويعني مش عايزة أقوله الأطفال كمان مرتبطين بيه، حتى من فيلم سلمى وعمر، يعني أو عمر وسلمى. أنا بديت سلمى على عمر. الجزء اللي جاي نخليها سلمى وعمر.